بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل في اللي احنا الفورنسيك ميديسين اند توكسيكولوجي المقرر على شعبة مراقب صحي سنة تانية الترم التاني. احنا كنا وقفنا عند شابتر 13 شابتر 13 الثيرمال انجري الاصابات الحرارية اصابات نتيجة التعرض للحرارة. هنشوف طبعا ايه فيها، طبعا حرارة يبقى فيها حروق وبالذات كمان على اساس فيه جزء على الحروق الكهربائية. نبتدي من الاول خالص تعريف زي ما اتفقنا، تعريف يعني حاجة مهمة. يعني ايه بيرن؟ يعني ايه حرق؟ واحد اتحرق يعني تيشو انجري اصابة للانسجة resulting from بتنتج نتيجة application التعرض to heat to the surface to the body surface. ان جسم الانسان اتعرض لحرارة، الحرارة دي هي دي اللي عملت له الحرق. عندنا بقى انواع، خمس انواع من الحروق. اول حاجة dry burn الحرق الجاف. هو ممكن يبقى simple بس ممكن يبقى simple، خلي بالكوا كلمة simple دي انا يعني غريبة شوية، انما هي خلينا dry الحرق الجاف. ده طبعا بيبقى ايه؟ الحرارة موجهة على طول لهب نار او حتة حديدة سخنة hot metal، يبقى ده dry burn. المويست الحرق الرطب. سكولد دي يا جماعة يعني سلقي، السلق زي ما تصلوا الحاجة سكولد اللي هو الحرق السلقي، او المويست الحرق الرطب اللي هو بيتسبب بايه؟ تعرض لحرارة نتيجة ايه؟ هوت ليكويد اور ستيم. بخار طالع، البخار ده رطب، بخار المكوى لو حد شافه المكوى بتطلع بخار بيبقى ايه؟ سخن جدا وبيحرق. او هوت ليكويد، وهوت ليكويد هنا يا جماعة من اول المية السخنة لغاية ما توصل لزيت ساخن. تعرفين المية بتغلي عند 100 فبتعمل حرق، هنشوفه طبعا دلوقتي، انما الزيت بيغلي عند درجة 200-250 فممكن يكون له تأثير زي اللهب، لهب النار اللي هو عمل لي دراي، بس هنا بيبقى ايه؟ مويست، بيبقى رطب. في حاجة اسمها كوروسيف بقى اللي هو الايه؟ الحروق الاكلة اللي هو بيسموها كيميكال بيرن، الحروق الكيميائية، بتبقى مادة كاوية كوروسيف زي ايه؟ زي السلفوريك او النيتريك اسيد، حام المادة الحامضة. الكتريك بيرن الحروق الكهربائية، الحرق الكهربي ده طبعا نتيجة مرور ايه؟ بيبقى الجسم بكونتاكت بيحتك بايه؟ بتيار كهربي، سلك او صعقة او شرارة كهربائية، كل دي تعمل لنا حروق كهربائية. واخر حاجة راديشن بيرن اللي هو طبعا ايه؟ الاشعاع بواسطة ايه؟ حاجة مشعة زي ايه مثلا؟ اكس راي، زي الالترا فايلوت، زي الريديوم. الريديوم ده اللي بيستخدم في ايه؟ في العلاج الاشعاعي لمرضى طبعا ايه؟ الكانسر. بيدوا اشعاع على اساس ايه؟ يعالج الجزء اللي فيه الكانسر، يعني ك ك كنوع من العلاج او كايه؟ كخطوة من خطوات العلاج الاشعاعي. الدرجات بقى طبعا اهم حاجة الثلاث درجات، انما احنا في مادة الطب الشرعي بنحب ان احنا ايه؟ نجيب كل حاجة، انما في الحياة العملية يعني معظم الحروق بتبقى في الثلاث درجات. حرق درجة فيرست ديجري الدرجة الاولى، حرق الدرجة الاولى دائرة ثيمة احمرار في الجلد. ودايما بقول بشبه اول حاجة اسهل حرق بسيط ولا يسيب اي اثر، وبنشوفه كلنا لما الواحد بيروح البحر في الصيف ويتعرض الملح طبعا مع الايه؟ مع الشمس والجو حار فبيعمل له حرق درجة اولى، يبقى مؤلم برضه انما بيبقى في صورة احمرار جدا في الجلد ومؤلم، انما لما يخف ما يسيبش اي اثر خالص. السكند ديجري بقى الحرق، يبقى حرق درجة اولى احمرار، حرق درجة تانية بيعمل فيزيكال اوفر دي ايه؟ دي اريسيما مع الاحمرار بتاع الجلد ده، لا ده بيعمل كمان فقاقيع، وده قلنا من اول المية السخنة لغاية الزيت المغلي، يعني اول مية مغلية، وده اللي سميناه سكند ديجري سميناه سكولد بيرن او مويست بيرن، ده السكند. الثيرد ديجري بقى بيخش بقى ايه؟ احنا بس هنا بنتكلم مش على انواع، احنا بنتكلمه على
درجة تدمير المكان. يعني هنا الأول أخذ الجلد، بعد كده أخذ الجلد وأكتر كمان وعمل فقاقيع مية، بعد كده third degree destruction of epidermis، الطبقة اللي فوق في الجلد اسمها epidermis اللي احنا ايه اللي ظهر قدامنا، تحتها طبقة اسمها dermis اللي هي تحت، اللي هي تحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية. فهو ده third degree بياخد epidermis exposing، بيعرض ايه بيعري السنسوري نيرفز الاعصاب الحسيه، عشان كده اللي هي موجوده على الديرمس يعني ايبيديرمس وديرمس، علشان كده بتبقى فيري بينفول. تخيل انت الاعصاب كلها اتعرض، الطبقه اللي احنا حسينا محطوطه حمايه اللي ربنا خلقه الجلد بيبقى متعري، فتلاقي الاعصاب عريانه وتبقى طبعا ايه مؤلم 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 لاقصى درجه. الفورث ديجري الدرجه الرابعه دخلنا اقوى بقى، اخد بقى الابيديرمس واخد الديرمس كمان اللي هي فيها الايه الاعصاب وفيها الاوعيه الدمويه، كل ده بيتدمر. يبقى ايه ده الفورث ديجري. الفيفث ديجري ديستراكشن اوف ذا ماسل، دخلنا على تحت بعد الجلد لقينا ايه عضلات ياكل العضلات. طب اكلنا العضلات ده السيكس بقى الدرجه السادسه ديستراكشن اوف ذا بون، خلاص الاعصاب بقى الكبيره والبلاد فيسلز الكبيره بقى، مش حاجات رفيعه، الحاجات الايه الكبيره زي مثلا الريجيال ارتري مثلا زي الريجيال نيرف، يعني على حسب الايه العصب اللي ماشي يتاكل الحاجات الكبيره. ده الايه حرق درجه السادسه. عندنا بقى ايه بنتكلم على ثلاث انواع حروق، الدراي الجاف المويست الرطب والكيميكال الكيميائي. طبعا هنا بيبقى غالبا حراره، بيبقى حراره فليم، فليم يعني لهب، نار، نار بتمسك في الانسان او هوت ميتال او جسم ايه ساخن معدني ساخن. هنا بيبقى ايه ليكويد اور ستيم زي ما اتفقنا، وهنا يا حامض يا الكالي. ده الكور السايد بقى غالبا لو واحد مسك في النار، تخيل مثلا مسكت في رجليه النار في بنطلونه، هتبص تلاقي النار اتجاه الحرق من اول رجليه اللي فيها الحرق ويطلع على فوق اباف، يبقى ايه في السايد نفسه بتاع الحرق، وايه عشان هو ده لهب فتلاقيه طاير لفوق، يبقى الانسان محروق من تحت لفوق. طب هنا بسيطه جدا في الايه في المويست، ان حاجه اتقلبت عليه بيبقى الحرق اتقلبت، مثلا الولد مثلا البراد الشاي بيلعب او كده او رايح عند البوتاجاز وقع عليه براد الشاي او حله المكرونه فيها ميه بتقوم تقوم ماسكه مثلا نازل على صدره، من صدره تنزل على بطنه لغايه ما توصل لرجليه تبتدي تحرق ايه من فوق لتحت، انما هنا من تحت لفوق. طيب الكيميكال بقى برضو حاجه اتسكبت عليه، ماسك مثلا اي حاجه حمضيه او كده او بينقلها او في مثلا بطاريات او ميه بطاريه والبطاريه اتعطل مثلا او رجليه اتكعبلت تقوم واقعه ميه النار برضو من فوق لايه لتحت. طبعا هنا الجلد بيبقى هنا ناشف دراي شريفلد برضو متكرمش، وهنا متفحم روست وتشارد، يعني الاثنين دول يعني متفحم. هنا الشيفيلد يعني يابس او جامد كده نتيجة الحرق. هنا سودن بليتشد بيبقى ايه رطب كده، بيبقى رطب نتيجة الايه وبليتشد مبيض نتيجة المية السخنة اللي اتقلبت عليه. هنا طبعا ايتن وستيند والسريتد، هنا طبعا عامل قرح ومتاكل الجلد، مادة حامض واكل الجلد، شوف هيبقى شكله ايه، شكله ايه الجلد بقى شكله ازاي. طبعا هنا الحروق لو راجل لابس حاجه اللي اتحرق بيرنت بيبقى الهدوم هنا ايه محروقه طبعا هتمسك فيها النار اكيد طبعا، هنا ويت هنا رطبه، هنا برضو الهدوم هتتاكل زي ما الايه الحامض اكل الجلد بياكل برضو ايه الملابس. الشعر محروق هنا طبعا، هنا الشعر حتى لو وقعت عليه ميه سخنه مش هيتحرق زي ما يكون نار، هنا بيبقى برضو ايه محروق برضو ومتاكل نتيجة المادة الكيميائية لو على ايه على الشعر. الفيسكلز اللي هو الفقاقيع المائية اوقات تبقى الحتة المحروقة تلاقي حواليها سيركمفرنس في الحدود بتاعتها داير داير كده تلاقي فيه فقاقيع، هنا بقى اوفر البيرند اريا يعني على كل المنطقة الحرق الكيميائي لا يوجد فيه فقاقيع مائية. الدجري طبعا هنا بيمسك نار مسكت تبتدي تحرق من اول فيرست ديجري لغايه الايه السيكس ديجري، تمسك له كمان تحرق له العظم، يعني احتراق كامل فيرست سكند فورث لغايه السيكس. طيب الميه السخنه او الزيت غالبا فيرست سكند ثيرد، طب الحامض اقوى شويه ممكن يعمل فيرست زود هنا سكند
او سكند او ثيرد، دخلنا في مرحله رابعه. رابعه يعني قول كل الجلد خالص، الديرمس والابيديرمس قول لير اوف سكين، الجلد كله تلاقي بقى ابتدت العضلات تبين بقى، ده بالماده الكيماويه. يبقى هنا كله من 1 لـ 6، من 1 لـ 3، من 1 لـ 4 في الايه، في الكيميكال او الحرق الكيماوي. التشارنج اللي هو التفحم بيبقى موجود طبعا، هنا ما فيش تفحم، وهنا ايه في حالات معينه بسيطه كده ممكن يبقى فيه تفحم. الاير باسج الممرات الهوائيه كونتين صوت، صوت يعني كربون، هنا طبعا نتيجه استنشائه ها بيحرق، وبيحرق مثلا في حتى لو الحرق مثلا بره قبل ما يمسك فيه، بيكون مثلا في السجاد وفي الموكيت مثلا، او في الخشب او في الستاير، فبيطلع بخار. فتلاقي العيان اللي محروق بدراي بيرن ده غالبا بيبقى المجاري الايه التنفسيه بتاعته بتبقى كونتين مواد فحميه كده كربونيه نتيجه الاحتراق. هنا طبعا مفيش، وهنا مفيش في الكيميكال بيرن. البلاد طبعا لو هنا، لان نتيجه الحريق ما بيبقاش في اكسجين كافي، بيطلع حاجه اسمها اول اكسيد الكربون اخدناه في الاول، فتلاقي ممكن لو عملت له تحليل تلاقي كربوكسي هيموجلوبين اللي هو الايه الهيموجلوبين ايه الذي يحمل اول اكسيد الكربون. طبعا هنا وهنا مفيش. بعد ما يخف بقى العيان العيان بتاع الدراي هيت ده طبعا لو كان عميق طبعا بيبقى ثيك with disfigurement، بيبقى شكله مشوه جدا، هنا اقل شويه. والحامض طبعا لو كان مركز ممكن يزود بقى مشوه، ومشوه يعني مشوه اكتر من الايه حرق اللهب. الالكتروكشن دي اللي هو الصعق الكهربي، تعريف برضه الكتريك انجل الكتروكشن الكتريك انجري اصابه نتيجه الكهرباء، ريزلتنج وين كارنت الكتريك كان تيار كهربي بيمر خلال الجسم، بيمر خلال الجسم. يبقى دي الصعقه الكهربائيه اللي هي مرور تيار كهربي في الجسم. ايه بقى اللي بيحصل في الصعقه الكهربائيه؟ بيحصل الفاكتورز اللي بتؤدي الى الشده بتاعتها. طبعا فيزيكال فاكتور كارنت فولت، لو كان ايه لو فولت عالي بيشتغل في البيت مثلا ده 220، او لو بيشتغل في ايه غرفه محولات مثلا كهرباء فولت عالي طبعا هتعمل لنا ايه حريق جامد الكتريك بيرن. الثانيه هتعمل لنا فنتريكولار فيبريليشن اضطرابات في ضربات القلب. الكارنت تايب اذا كان في تيار متقطع او تيار ثابت ده برضو بيبقى اخطر، المتقطع. الكارنت باث واي اذا كان بيعدي على القلب او الكهرب مثلا في دماغه ممكن تبوظ له البرين ستيم، او الكهرب في صدره ممكن توقف له القلب. والكرنت ديوريشن طبعا فتره التعرض للتيار، يعني ممكن حد فتره كده وتفصل الكهرب، او لو طول شويه طبعا هيؤذي هيعمل اذيه اكتر. الفيسيولوجيكال فاكتورز بقى طبعا اللي بتاثر في البتاع، لو كان الجسم هيوميديتي اوف ذا سكين طبعا لو كان دراي بيبقى اكتر بيقاوم اكتر من الويت، بيقاوم الكهرباء. لو جسمه مبلول او ايدك مبلوله تتكهرب بسرعه، ايدك ناشفه تقاوم الايه الكهرباء. ريزيستنت اوف تيشو طبعا الجلد بيقاوم الكهرباء اكتر من الدم، لو اتكهرب مثلا ودخل في سائل الدم ده في الاخر سائل، انما الجلد بيبقى طبعا ايه يقاوم اكتر وانشف واقوى يعني. فطبعا عشان كده المقاومه دي بتعمل حراره، تلاقي في الاخر اتحرق جلده، اتحرق نتيجه المقاومه الجامده اللي بيقاومها الجلد. طبعا جنرال لو كان ايه كاردياك بيشنت عيان القلب عنده قلب طبعا هتبقى عنده ايه مشكله وممكن يموت. الكرنت الالكتريك بيرما كرنت ماركس العلامات بقى، في حاجه اسمها انتري دخول وخروج. الانتري بيرن بيبقى الشكل بيبقى فيه بليسترز مكان دخول اللي هو الملامسه يعني الملامسه، بيبقى بليسترز يعني تقاقيع بتبقى مدوره او اوفال بيضاويه وايه شكلها غير منتظم، وبتبقى كولابس في النص يعني ايه متعرقه كده في النص، وايه ليفينج ريزد وايت رينج بتعمل دايره بيضه حوالي من سنتي من 1 مللي ل 2 مللي حوالين الهول سيركمفرنس او بتاع الجزء اللي ايه
اللي محروق، يعني الحرق بيعمل دايرة كده نتيجة الحرق الكهربي الملامس، لا في صبعه أو الحرق الجلد أو لو لامس دراعه بيعمل دايرة وايت مرتفعة من ملي لاتنين، أعلى شوية من الجلد في إيه جزء، الجزء كله الإيه اللي محروق. الإكزيت بقى إيه لما ينتشر بقى في جسمه، بتعمل زي إيه، تلاقي الجلد بتاعه متفرق كده أو متمزق، سبليتس، الجلد يبقى متمزق. الأسئلة يا جماعة اللي على الشابتر ده، السؤال الأول طبعا فور ريفرنج، انتقام، انتقام دي يعني انتقام، يعني ولد عنده 15 سنة رمى بنت في وجهها، دي بتعمل لها ايه؟ ديسكرايب ذا بيرن اللي هو كيميكال بيرن، انا عايزك توصفه منين؟ من الجدول، الجدول ده تطلع لي الكيميكال بيرن اللي هم الشوية الاخرين دول، توصف لي ده السؤال اللي بيجي، توصف لي الكيميكال بيرن، الحرق الايه الكيميائي، كيميائي يبقى شكله ايه. السؤال الثاني في هذا الموضوع بيقول لك 16 سنه بنت راحت للامرجنسي ويز دراي، دراي بيرن، دراي يبقى فليم، يبقى لهب، نار مسكت فيها، مسكت فيها النار، ماشي، دراي، دراي بيرن، اوف اول سكين، اول سكين كل الجلد، ماشي، يعني درجه ثالثه، شي دايد اول اول ذا سكين، يبقى ما دخلش على الايه، على المسلز ولا البون، يبقى ده درجه ثالثه او ممكن يكون كمان درجه رابعه. وماتت في خلال 36 ساعه، ديجري اوف بيرن ده طبعا فليم بيرن مش كده، اللي هو بيبقى من يعني من غالبا لغايه الدرجه الثالثه. ومنشن الكاركترز، الكاركترز زي ما شفنا الكاركتر اوف كيميكال بيرن، يعني هنقوله الكاركترز بتاع الدراي بيرن.